ازيكم يا شباب؟ للاسف الفتره دي انتشرت انواع كتير قوي من الواي بروتين مضروبه، يعني هي نفس الشكل بتاع العلبه وقريب من دي، بس طبعا في اختلافات ما بين الاصل والمضروب. فانا النهارده هعرفك ايه الاختلافات ما بين الاصل والمضروب عشان تعرف النوع المضروب ما تجيبوش. همسك لك الاختلافات كده من فوق حاجه حاجه، من اول الغطا لحد العلبه من تحت. اولا من فوق الغطا مكتوب عليه اسم الشركه، الغطا كله مطفي لكن اسم الشركه محفوره لجوه وشكلها لامع. التاني المضروب بارزه لبره وشكلها مطفي، ده كده اول اختلاف. تاني حاجه بيجي من هنا من الزور بكفر بلاستيك، بس بلاستيك تقيل محمل، مش هو اللي بتشد كده زي الاستريتش، لا بلاستيك تقيل محمل، وفي هنا زي اللوك كده كفر ذهبي عليه علامه مائيه باسم الشركه، بتدي لمعه كده بالوان، علامه مائيه اصليه. التانيه بتبقى مطفيه مضروبه، يعني انت لو جات لك من هنا العلامه مش بتلمع كده، بتدي الوان لما بيجي عليها الضوء، اعرف ان النوع ده كده ده مضروب. اللي لما بتبقى رمادي البلاستيك بيبقى اطار كده كامل لحد الاخر، لكن مفرغ دايره كده من جوه وغير قابل للمط، لا انت هتشده متقطع في ايدك. لكن المضروب بيتمط معاك شويه وبعد كده بتلاقيها عملت خطوط كده وشدتها انت جامد تتقطع، وبيكون الكفر ورقه عاديه لونها رمادي مكتوب عليها اسم الشركه بس رمادي. تالت حاجة بعد ما بتفتح الغطا يكون هنا في كفر كرتون لونه أبيض سادة مش مكتوب عليه أي حاجة، وليها نص دايرة كده طالع من بره عشان تشدها. لكن المضروب هتلاقي الكفر ده برتقاني وعليه اسم الشركة كتير كده جنب بعض، ده المضروب. لكن الأصلي بيبقى عليه كفر كرتون كده أبيض سادة ومحكوم عليه كده كله، ومش سهل إن أنت تشيله، يعني أنا نفسي عشان أشيله شلته مقص، لكن مش تحط إصبعك فيه وتشيله. فأي حاجة غير الغطا الأبيض من هنا ده كده النوع المضروب، ولو مفتوح من غير كفر خالص وده كده برضو مضروب، هتبقى العلبه كلها اصليه لكن هي صاحبها فضها والتاني راح خده منها شراها منها وراح معبيها حاجه جديده. زي ما انا بتاعت كده فديت بس حاطط عليها مكملات تانية. يلا مش عارف اطلعها. فيها مكملات تانية من جوه بس مش واي بروتين لان هي خلصت. فسهل علبه زي كده بعد ما تخلص يقوم مبيعينها وتتعبى تاني اي حاجه وتجيلك بالغطا عليها، وانت سهل انت تشتريها وتفتكر اللي جوه ايه بروتين اصلي. لا، لو معلاش الغطا الكفر الابيض الساده ده دي كده مضروبه. تالت حاجه الجسم نفسه، تالت حاجه الجسم نفسه السواد بتاعه لامع مش مطفي، حتى هو باين هنا في الكاميرا من غير ما اقربه لك اهو، الاثنين لامع، السواد بتاعه لامع، يعني الجسم نفسه بيلمع، السواد بتاعه ناطق مش مطفي ومش باهت. لو جالك من هنا باهت او مطفي اعرف دي كده العلبه المضروبه. تالت علامه او رابع علامه الكتابه باللون الذهبي، الكتابه دي باللون الذهبي، لو مكتوبه بالابيض بص حتى الكتابه الجانبيه بالذهبي، المربع ده بالذهبي، كل الكلام المكتوب على العلبه من بره كله بالذهبي. لو جالك بالابيض الابيض ده المضروب، ده بالذهبي وهتلاقيه في سنة حفر كده فوق الكفر. يبقى كده الاصلي الكتابه باللون الذهبي، المضروب الكتابه باللون الابيض. ده ما مقصودش ده برضو اصلي، كل حاجه بجيبها اصلي الحمد لله. انا بقول لك في العموم الكتابه البيضاء ده بيبقى المضروب. حاجه كمان الكتابه كلها من هنا باللغه الانجليزيه، كل ده انجليش، مفيش حاجه مكتوبه بالعربي. مكتوبه بالعربي ده كده مليون في الميه مضروب، لان الحاجات دي بتجيلنا مستورده من بره، مفيش شركه ليها في مصر ولا في اي دوله عربيه، في توكيل او موزع لكن مفيش حاجه بتصنع نفسها، لا بتصنع بره. فالعلبه كلها معلاش ولا كلمه عربي، الاصلي كل الكلام اللي عليه بالانجلش. في بعض المواقع بتكون حاطه لك هنا تيكت بتخربشه وبعد كده بتلاقي تحت كيو ار كود بتشوف من عليه ده اصلي ولا مضروب، بس زي ما قلت لك العلبه نفسها كلها ممكن بعد ما تفضى تتعبى حاجه تانية، فدي مش حاجه تتاكد منها، يعني ممكن تغليها حاجه ثانويه مش اساسيه. الحاجه اللي بعد كده سواء في الواي العادي او في الايزوليت اللي في ايدي ده، هتلاقي النهايه بتاعت الكفر والبدايه بتاعتها من هنا الاثنين على سطر واحد، على خط واحد من فوق ومن تحت. لو جالك حته مرفوعه وحته نازله ده كده مضروب، هما متقابلين في خط واحد زي المسطره اهو. بص البدايه من هنا مع البدايه من هنا الاثنين في خط واحد، مفيش حته طالعه وحته نازله من فوق ومن تحت. حاجه كمان من تحت الوصله بتاعت العلبه من تحت داخله لجوه زي ما يكون بالليزر، ملحومه بالليزر. المضروبه هتلاقيها طالعه لبره وفيها زيادات بلاستيك،
لكن دي لا. هي شايفها الحاجة اللي بعد كده الاكسباير بتاعها بيكون مكتوب بالكمبيوتر باللون اللبني او اللون الازرق الفاتح، هتلاقيه يا اما بيبقى هنا من فوق تحت الغطا، يا اما تحت هنا اهو، يا اما هنا في التحت يا اما هنا، وبيكون لونه لبني وبيبقى بالليزر كمبيوتر. الابيض والبرتقاني ده مضروب، هو لونه بيجي باللبني بتاعه. العلامة اللي بعد كده الباودر من جوه زي ما انتم شايفين كده بيكون شكله باودر ناعم خالص، لو لقيته حانن على بعضه او مكتل او فيه رطوبة عالية ده مش بيكون اصلي بنسبة كبيرة، لانه مفهوش سترولين عشان خاطر يحنوا على بعضه. حتى برضه لو انت حطيته في المية وقعدت تقلب كتير ولقيته هو مرسب تحت، لا ده كده برضه مضروب. الاصلي مش بيبقى مجمع كتل كده خالص، يعني حتى لو في عوامل تخزين او عامل رطوبة اللي بيجمع كده وبيكلكع ده سترولين مش الواي بروتين، الواي بروتين ما بيتكتلش قوي كده. الافضل يا شباب ان انتم ما تشتروش من مصدر غير معلوم، وانا هحاول الفتره الجايه على الصفحه بتاعه الفيسبوك اوفر عليها مكملات غذائيه اصليه زي الحاجات اللي عندي دي، وهتكون بالاسعار الرسميه بتاعتها. الحاجات دي يا جماعه ليها اسعار رسميه، انا شفت كذا ستور بيحط الحاجات باسعار على مزاجه، لا هي مش سايبه الحاجات دي، ليها اسعار من الشركه، حاجات رسميه. فالا ان شاء الله لما ربنا يوفقنا وابتدي انا اعرض الحاجات دي على الصفحه بتاعه البيج، انت اشتري من حد يكون ثقه جدا، ما تشتريش من اي حد وخلاص. ونصيحة مني ما تشتريش من الجيم اللي انت بتتمرن فيه، ممكن يكون الجيم ده كويس لكن 80% هو مش كويس. انا وقعت الغلطة دي والحمد لله لحقت نفسي، ومن ساعتها قلت مش هشتري من الجيمات تاني ابدا، ما تعرفش هما جايبينه منين. ما تشتريش من بيج لسه معمولة جديد، هات من حاجة يا اما تكون صفحة فيها مثلا عدد كبير قوي، يا اما مكان ليه فرع وليه اتنين. انت بدماغك كده تجنب حيل النصب. ادينا عرفتك ازاي تعرف تفرق ما بين الاصلي وما بين المضروب. واهم حاجه اللي انت تعين عند الاستلام، ما تستلمش عمياني، عين الحاجه الاول لقيت فيها الشروط دي وان هي تمام 100% خلاص حبيبي خدها وتوكل مبروك عليك. لقيت في حاجه دخلت في قلبك شك من ناحيتها، لا بناقص. الموضوع مش هيبقى خساره فلوس وبس، لا انت ممكن تاخد حاجه في بطنك تاذيك، حاجه تمرضك. فاحذر وما تلبسش نفسك مع مصدر غير معلوم، خليك في الحاجات الثقه والمعروف من كل الناس ان هي ثقه. واللي عنده اي سؤال تاني يسيبهولي في التعليقات، وما تنسوش تشتركوا في القناه، واشوفكم الحلقه الجايه.